نور جمال محافظة لاحق. أول مرة أجي صنعاء ويعني تعرفت على هذول الأصدقاء ويعني مناظر صنعاء حلوة. أنا شعوري فرحانة جدا وأتمنى إني من خلال المسرحية اللي أنا بسويها أنا وفرقة صناعة الفن اللي من الحديدة نوصل رسالتنا. ما يهمناش الفوز بالمركز الأول أو المركز الثاني، أهم شيء إن رسالتنا توصل للجمهور وهذا الفوز بذاته. اولا الفن رساله، واعتقد انه من خلال هذه الفعاليات بالذات نوضح معنى الفن، لان الفن هو رساله. واتمنى ان الرساله توصل لكل الناس ونكون ساعدنا في ان احنا وعينا الناس، وهذه المسابقه هدفها انها توعي الناس لحقوقهم وتوعي الناس عشان يدافعوا عن كل شيء هم يمتلكوا. المشاركه والمنافسه ولإرسال رسالة عن طفلة عن عادات كانت في زمن أول. إحنا طبعاً سابقنا في محافظة الحديدة من جميع الفرق، تمام، وبعدين إحنا حصلنا على المركز الأول فرشحنا لكي نكون ممثلين لمحافظة الحديدة، فوفقنا الحمد لله وحصلنا على المركز الأول، والآن احنا في صنعاء نمثل محافظة الحديدة. أنا في رأيي أنا أعتقد أنها نوصل آراءنا احنا كفنانين، نحمل رسالة طبعاً، والفنان هو رسالته أقوى، وتقريباً المسرح هو مقرب للناس أكثر، فاحنا لما عملنا كذا جاز اللي أعلم أننا بيفهموا وضعنا، المجتمع بيتقبل المشاكل هذه، بفهمها الناس اللي علم اننا يمكن يصلحوا بعض المشاكل اللي الان احنا نعالجها والقضايا اللي نعالجها، ونتوصل الى يعني ايش يقولوا، نتوصل على حل لذي القضايا والمشاكل. ان شاء الله بكون فايز، اكيد ان شاء الله بنفوز. ان شاء الله الاول الفوز لنا ان شاء الله. إن شاء الله هنفوز، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. الحديدة، الحديدة، الحديدة الأولى بإذن الله. المركز الأول أبيك مكاني صنعاء، المركز الثاني أين التواء؟ تعز. المركز الثالث عدد.
ألف مبروك الجائزة. تعبيري ما أقدرش أعبر يعني كيف أقول فرحة لا توصف، فرحة لا توصف. لكن أفضل شيء وأحلى شيء بكم تعرفنا بأصحاب تعز وحضرموت ولحج والحديدة وعدن، أحلى حاجة أقسم بالله العظيم هذا عمره ما يتعوض، اللقاء هذا عمره ما يتعوض. لا حلو ولا سيء، لأننا هنا معرضنا المسرحية كنا يعني خاف يعني مرتبكين أصلا أول مرة نطلع ذا المسرح، بعدين فازوا محافظات أخرى. نحن نحاول يعني في طرق أخرى يعني مش نبكي والله نزعل، لا يعني حاجة في طرق مشان نتعود أصلا أول مرة مش في يوم واحد نقطع نقوم، لا المفروض يعني نحاول طرق. أنا والله كان أدائي أولا الضمير الراضي أني وصلت رسالتي، وهذا الهدف الذي جيت أنا من أجله، لا يهم أني أفوز أو أصل، أهم شيء أني أرضي ضميري وصلت رسالتي للجمهور بكل معنوياتي روح عالية. هدائي الحكومة، هدائي الحكومة.